بس واحد مين طيب كل سنة وانتم طيبين. الصوم الأربعيني زي ما بتسميه الكنيسة ابتدى، وهو عماد كان قال لي يعني في 10 دقايق كده نتكلم على حاجة ليها علاقة بالصيام الكبير. فطبعا ما فيش أحسن إن احنا في الصيام الكبير نتكلم عن إيه بقى؟ نتكلم عن التسبيح. ماشي، انا ما لحقتش احضر. ماشي، وعماد مش موجود، فاحنا طبعا هنقول له ان احنا كله متظبط ومحدش ياخد باله. طيب لو تفتكر من فتره كده كنا اتكلمنا مع بعض على سيوتوكيت الحد، القطعه السبعه يعني بنمجد فيها العذراء. سيوتوكيت الحد بسرعه كده، في اكبر حاجه فيها 18 قطعه، في 6 قطع في الاول، وبعد كده في القطعه السبعه اللي فيها تمجيد العذراء اللي معروف، واخر 3 قطع بنحطهم بس في الفتره بتاعه القيامه، وبعد كده الحدود اللي بعد القيامه لغايه شهر الكهك بتبقى مخصوص عن الفتره بتاعه القيامه. اول 6 قطع بيركزوا على خيمه الاجتماع، تمام؟ فكل قطعه تتكلم عن حاجه ليها علاقه بخيمه الاجتماع. اول قطعه تتكلم بصفه عامه عن خيمه الاجتماع ورموزها وبترمز لايه؟ للعذراء. القطعة الثانية تتكلم عن تابوت العهد ويرمز للعذراء وسير المسيح ليه. القطعة الثالثة الغطاء بتاع تابوت العهد. القطعة الرابعة قسط الذهب. القطعة الخامسة المنارة. والقطعة السادسة بتتكلم عن المجمرة الذهب، تمام؟ مع كده نبتدي القطعة من 7 لغاية 15. نركز شوية على تمجيد العذراء في هذه الرموز. النهاردة ممكن نركز شوية على القطعة السادسة، وهقول لكم ليه. القطعة بتاع السوتوكيت الحد مقسومة نصين، كل قطعة نلاقي نص وبعد كده يرجع يترد عليه النص التاني. تعالوا كده نقول باللحن المعروف، يعني الأول النص الأول من القطعة السادسة وبعد كده نفكر فيهم شوية. القطعة دي بتبتدي بربع اسمه أنت هي المجمرة، طبعا عارفين شاش فينسو بميني، فممكن نقولهم كده وبعدين نتكلم عنهم شويه. تعالوا كده نبص بسرعه على نقرا من مخطوط من القرن ال 14. حد يعرف يقرا الخط ده؟ يلا حد يقول بقى. لا ما احنا مش هنفك، ها نفك خط يعني، عايزين حد يقرا. ها هنا، ايوه، يحضر المجمره والدرج. الدرج ده اللي هو فيه البخور، صح؟ طيب، ويحط يد لبان اللي هو البخور، وايضا يطوف على الكهنه. واضح ان هو بيتكلم على الكهنه. وايضا يطوف على ايه؟ على الكهنه، يحطه يد لبان، يحطه برضو بقيه الكهنه، يحطه بخور، وبعد ذلك الكاهن الذي بيده الشوريا يحط بقيه الخمس ايادي، ايوه، ويطلع الهيكل. معنى كده ان هو كان بره اصلا، ها، ويطلع الهيكل ويوقد شمعه على يمين الهيكل، على يمين المسبح يعني، والكاهن يعطي البخور فوق المسبح على العاده زي ما هو متعود بطريقه معينه يعني ليها طقس، ويطلع بره تاني بره الهيكل يعطي للاونه ايقونه معينه 3 رشوم، يعني 3 مرات بخور،
وبعد ذلك يعلق الشوريه على طاقه الهيكل زي ما بنشوفها كده في الاديوره في النص ويلوحها، يعني خليها ايه تتحرك. واضحه جدا، جاي من الماضي انت يا مجد. طيب تمام. طب الكلام ده بيحصل امتى بقى؟ كان بيحصل وقت القطعه اللي احنا قلناها دلوقتي. طب ليه بيطلع الكلام ده وقت القطعه اللي احنا بنقولها دلوقتي؟ تعالوا نشوف كده. القطعه اللي قرناها دلوقتي بتقول انت هي المجمره العذراء، انت هي المجمره الذهب النقي حامله جمر النار. طبعا مقصود بجمر النار مين؟ سيد المسيح المبارك الذي يؤخذ. الجمر ده يؤخذ من المذبح يطهر الخطايا ويمحو الاثام. وهتقولي لي يعني ايه الكلام ده؟ اي الله الكلمه الذي تجسد منك وقدم رفع ذاته بخورا الى الله ابيه. طبعا رفع ذاته بخورا دي من رساله معلمنا بولس الرسول، كما احبنا المسيح ايضا واسلم نفسه لاجلنا قربانا وذبيحه لله رائحه طيبه. طب الربع الثاني ده ايه بقى؟ يؤخذ من المذبح يطهر الخطايا ويمحو الاثام. حصل امتى بقى الكلام ده؟ قصه بقى طويله. امتى في العهد القديم؟ اشعياء. طب عايزين بقى حاجه اوضح، صح؟ اشعياء 6 دي كانت مبنيه على حادثه ضخمه حصلت. مجمر يؤخذ من المذبح لازم يطهر الخطايا، والا هيبقى فيه موت يعني. ارجعوا كده ورا، ارجعوا ورا الاول خالص، خشوا على الخروج، عدوا لغايه بريد سينا، نلاقي ثلاثه قرح ونثان وابيرام. فكروا كده ايه، احنا نبخر يعني، مين هارون ده ومين عيال هارون دول؟ احنا هنبخر. فراحوا جايبين شواري وبخروا. فاللي حصل انه ربنا يعني اخد اجراءات عديده كده وقال للشعب ابعدوا عنهم، لان دول وجماعتهم هيختفوا، الارض تنفتح كده وتبلعهم. وحصل انه ابتدى وباء ينتشر. طب كان ايه الحل؟ ربنا زي ما ابتدى الكلام ده كان ممكن ينهيه، بس ربنا قال لهم ايه؟ قال لموسى، يقول للهارون خذ المجمره واجعل فيها نارا من على المذبح وضع بخورا واذهب بها مسرعا بسرعه الى الجماعه وكفر عنهم، لان السخط قد خرج من الوباء، ابتدى خرج من قبل الرب فقد ابتدى الوباء. فهارون فعلا اخذ مجمره واخذ نار من المذبح اللي هي النار الالهيه وجري وركض الى وسط الجماعه، جري بسرعه، واذا الوباء قد ابتدأ في الشعب فوضع البخور وكفر عن الشعب ووقف بين الموتى والاحياء فامتنع الوباء. وقف بين الموتى والاحياء فامتنع الوباء، وده اللي هنشوفه كمان شويه في القداس. طيب فهي دي اصل العباره بتاعت يؤخذ من المذبح يطهر الخطايا ويمحو الاثام. جمر النار ده هو مكانه على المذبح، يتاخذ من المذبح يدي تطهير الخطايا. طيب تعالوا بسرعه نقول النص الثاني، خمس ارباع من القطعه السادسه. النص الثاني من القطعة السادسة. وافتكروا ان القطعة السادسة كان ابونا وقتها بيعمل طقس مخصوص انه يقدم بخور. تلك يرفع فيها البخور المختار، تلك المجمرة اي امام الاقداس، زي في يوم الكفارة. عارفين في يوم الكفارة رئيس الكهنة يدخل فين؟ قدس الاقداس مرة واحدة في السنة. يعمل ايه بقى؟
يعمل نفس اللي حصل ده، ياخذ ملء المجمره، المجمره اللي معاه، ملء جمر نار من على المذبح، يملاها لاخرها جمر نار من امام الرب، وملء راحته بخور عطر دقيق دقيقا، ويدخل بهما الى داخل الحجاب. ليه بيعمل كده؟ بياخد ملء راحته بخور، حطهم على المجمره، والمجمره تطلع بخور كتير، عشان لما يدخل لا ينظر هو تابوت العهد، لان ما حدش يقدر يشوفه، وبيبقى داخل وهو داخل بجنبه لغايه ما المجمره يبقى ليها فرصه انها تملى قدس الاقداس بالبخور، لالا ان هو ينظر تابوت العهد بعينه. ويجعل البخور على نار امام الرب، فتغشي سحابه البخور الغطاء الذي على الشهاده فلا يموت. ويرفع الله هناك خطايا الشعب من قبل المحرقات ورائحه البخور. وانت ايضا يا مريم حملت في بطنك الغير المنذور كلمه الاب. والربع الجاي مهم قوي بقى، هذا الذي اصعد ذاته ذبيحه مقبوله على الصليب عن خلاص جنسنا. وفي سفر في رساله العبرانيين بولس الرسول يقول الذي ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنه ان يقدم ذبائح عن نفسه وعن الشعب. ليه؟ لانه فعل هذا مره واحده اذ قدم نفسه. هذا الذي اصعد ذاته ذبيحه مقبوله. طيب هو الكلام ده ليه علاقه بالصيام الكبير بال55 يوم؟ الحقيقه ان احنا الكنيسه خدت اربع ارباع من الثمانيه دول بتستعملهم في الصلوات الليتورجيه في القداس. كانوا بيتقالوا طول السنه، بس دلوقتي بقينا اول ربع بس، اول ربع بنقوله بس في الصيام، بنقوله مكان الهتنيات اللي هو انت هي المجمره الذهب، وده بيناسب جدا، وابونا بيرفع بيقدم بخور في سر دورة بخور البولس. والربع الرابع الكنيسة خدته كمرد إبراكسيس بديل طول السنة، بدل ما نقول شير النمارية ممكن نقول حينئذ بالحقيقة لأخت في شيء. وبعد كده الربع السادس يرفع الله هناك خطايا الشعب، ده خدناه برضو مكان مرد الإبراكسيس في الصيام الكبير. والربع الأخير بنقوله في أعياد الصليب، وبنقوله في يوم خميس العهد ويوم الجمعة العظيمة. فممكن واحنا لما هنلاقي الالحان دي بتتقال، لو هنعرف نقولها نقولها، ولو مش هنعرف نقولها ممكن فيها نفتكر الربط اللي كان ما بين تقديم البخور اللي بيحصل في الوقت ده. وكل الاربعه دي بالمناسبه اللي اتاخدت وقتها بيحصل تقديم بخور، رفع بخور من الكاهن. فممكن ان احنا نقدر نعرف بسهوله الربط ما بين العذراء وما بين البخور وما بين الصلوات التقصيه اللي بتحصل في الوقت ده. كل سنه وانتم طيبين. مد الله.